النهارده بقى هيكون معانا بطله من بطلات الرمايه اللي ليهم ان شاء الله مستقبل واعد ورفعوا علم مصر في كتير من البطولات العالميه. طبعا اكيد هي منورانا في الاستوديو دلوقتي. بنرحب بضيفتنا هاله الجوهري لاعبه منتخب مصر في الرمايه. هاله منورانا. الله نورك. شكرا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. صباح الفل عليك. صباح النور. صباح النور. احساسك ايه وانت بطله عالم في الرمايه؟ يعني قاعده عادي كده وعادي. ده حلم. ده حلم. ده كان حلم. ده جزء. ده جزء بس. ده السنه دي بس. ده ما طيحش السنه دي بس. ده السنه دي بس. كلها يعني افريقيا عرب كده. اوكي. طب انا كنت سامع من شويه مريم قبل ما يعني نطلع على الهواء كانت بتقولي انا عايزه تعرف منك بدايتك كانت ازاي. خلينا فعلا نعرف بدايتك مع الرياضه دي، وخصوصا هي مش رياضه يعني مش دارجه قوي للسيدات. دي حقيقه فعلا. دي حقيقه فعلا. وبيستغربوا اصلا ازاي في بنات بيلعبوا رمايه. يعني انا من اسماعيليه اصلا، ما بلعبش هنا. الله يخليك. انا بدات تقريبا من 16 سنه. بابايا كان المدرب في نادي القناه في الهيئه. بدانا بابا كان بياخدني معاه وكده، وبعدين بدات احب، حطني على الطريق من الاخر وسابني يعني، وانا بقى اشتغلت. من تاني سنه على طول بدايتي دخلت المنتخب، والحمد لله لحد وقتنا هذا انا في المنتخب ناشئين وطلعت سيدات. برضو شاركت في بطولات كتير جدا بره مصر، واخرهم اللي هي بطوله اذربيجان اللي كانت من اسبوع. انا 12 على العالم ما شاء الله. ما شاء الله. في بطولة يعني تكاد تكون من أقوى البطولات اللي موجودة، لأنها كان فيها كوتا للأولمبياد باريس. فبطولة شرسة جدا، بطولة مهمة جدا، والحمد لله ربنا وفقنا، وكان فاضلي تقريبا 3 بونت على أحسن 8 على مستوى العالم الفاينل. فدي خطوة يعني أنا خلاص، يعني خلاص أنا بوصل للحلم بتاعي إن شاء الله. أنا كنت في أولمبياد طوكيو اللي فاتت. يعني في حاجات كتير قوي، تضحيات كده كتير في النص يعني اكيد هنعرفها، بس من ضمن التضحيات ان انا سبت ابني 4 أو 5 شهور وسافرت. طبعا ده شق هنتكلم عنه لوحده. اصلا فكره ان انت توفقي ما بين حياتك الشخصيه وما بين فكره ان انت بطله عالم بتسافري بطولات كتير. ولكن خلينا الاول قبل ما ننتقل يعني للجزئيه دي، شايفين قدامنا زي ما كنا بنتكلم عن الراسه كده، عايزه اتكلم معاكي اكتر عن البطولات اللي انت حققتيها من اول ما بقيتي يعني بطله في الرمايه، او من اول ما بداتي لعبه الرمايه، يعني البطولات المختلفه، وكمان البطولات اللي انت ما حققتهاش ونفسك ان انت توصليها. لسه كنت بتتكلمي عن اكيد حلمك يعني، يمكن طبعًا. كان دلوقتي انت محققه ال 12 التصنيف، اكيد ليكي حلم اكبر من طبعًا كده. طبعا اكيد. انا اصلا بدايتي كانت اول مره اطلع بره مصر، كانت او بشارك في بطوله دوليه بره مصر، كان في فرنسا. الكلام ده كان في 2014 تقريبا او 2015. عملت رابع، دخلت فاينل وطلعت رابع على العالم. بس بطولات الناشئين بتبقى يعني مش بقوه البطولات اللي احنا بنبقى فيها دلوقتي، لان بيبقى لسه ناشئين، فاهمه قصدي؟ فبعدها رحنا المانيا، كان برضو المستويات كانت عاليه شويه، فكنت برضو وسط الناس، ما كنتش بعيده. بعدها هولندا، عملت 3 ميداليات، عملت تاني اول تاني. بعدها النمسا برضو، عملت تاني اول. بعدها بقى دخلت السيدات، بدات بقى في بطولات. طبعا في النص في بطولات افريقيه وعربيه كتير، من كترهم انا مش فاكره. مش انا خدت عند افريقيا خالص. لا لا لا، بصراحه انا عديت الليفل ده يعني الحمد لله. فالليفل العربي والافريقي يعني الحمد لله انا احسن لاعبه على مستوى العرب ومستوى افريقيا في الايفنت بتاعي. فمن كترهم ما شاء الله انا يعني مش فاكره، بس انا فاكره الدولي. ف بس اخر افريقيا كانت انا موجوده فيها كانت شهر 12 في تونس اللي فاتت، واخده اول فردي، اول مختلط، اول ميداليتين. ان شاء الله عندنا في مصر هنا الافريقيه في شهر 10، دي المؤهله ان شاء الله باذن الله لباريس، وباذن الله هناخد الكوتا ان شاء الله. ان شاء الله. بس حلمي بقى ان انا اجيب ميدالية الاول في بطوله عالم، وبعدين ميدالية في الاولمبيكس ان شاء الله. فانا من النوع اللي بحط يعني مش حلم بعيد قوي، لا انا بحب احط ستيب باي ستيب، بحيث ان انا ما صعبش الموضوع على نفسي، لا خطوه في خطوه في خطوه. عشان كده بقالي انت اوريدي يعني ما فيش حاجه ممكن تبقى صعبه، لان انت بالفعل قطعتي شوط كبير تجاه العالميه الحقيقه. بسم الله ما شاء الله.